بايدن في الرياض يوليو القادم، بالإضافة لمشاركة قادة الخليج والأردن ومصر والعراق في اليوم الثاني من الزيارة، أهم المسائل التي ستثار والمحادثات التي ستناقش؟ أهلا بكم. حقيقة أن هناك عدة ملفات وعدة يعني قضايا تلتقي رؤية المملكة مع الولايات المتحدة فيها، من ضمنها مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف وكذلك الأمن الإقليمي في المنطقة. أيضا الملف النووي الإيراني، يبدو أن هناك اتفاق يعني بعيد المدى بين المملكة والولايات المتحدة في منع المنطقة من انتشار النووي فيها. كذلك هناك يعني قضايا نرى أن المملكة تتفق رؤيتها مع الولايات المتحدة فيها. مسألة زيارة الرئيس بايدن هو مجرد تتويج لهذه العلاقة. حقيقة نسمع كثير في الإعلام أن بايدن يعني تأخر كثيرا في زيارة المملكة العربية السعودية، وإذا نظرناها بعين واقعية نجد أن الرئيس بايدن لم يقم بزيارة أي دولة خارج الولايات المتحدة عدا يعني زيارة أو زيارتين، يعني لظروفه مثلا الصحية ولكبر سنه. لكن ليس هناك فيما أرى أنا أن عدم مبادرة الرئيس بايدن بالزيارة للمملكة مثل سلف ترامب أو أوباما، يعني ليس هناك يعني تلك القضايا المهمة أو الاختلاف الرؤى بين المملكة هو الولايات المتحدة اللي تجعل منها يعني لا نقول خصمين ولكن تباعد في سياستها. لا، ولكن القضية ليست خصومة سيد سعد. يعني اليوم بايدن ربما أهم قضية تشغل باله اليوم في واشنطن هي مسألة أسعار النفط والجانب الاقتصادي، يذهب إلى السعودية من أجل الدعم الاقتصادي ودعم النفط لخفض الأسعار، هذا ربما يكون هو الشاغل الأول لدى واشنطن. بالمقابل ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لهذه المجموعة من القادة التي ستحضر هذا الاجتماع؟ يعني هم جايين حتى يأخذوا ربما دعم اقتصادي أو دعم أو خفض أسعار الوقود من خلال زيادة ضخ النفط. بالمقابل ما الذي ستقدمه واشنطن؟ نعم يا عزيزي، أولا هناك يعني في من ضمن الاجتماع العراق والمملكة العربية السعودية، وهما دولتان مهمتان على قائمة دول الأوبك. هناك مصر والأردن ويعني دول أخرى عربية قد تكون مجلس التعاون الخليجي. القصد من ذلك يعني لس يعني لا 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 نستبق الأحداث، لكن يعني يبدو من يعني بوادي الأمور أن هناك يعني مسألتين رئيسيتين في على هذا الاجتماع اللي يضم العراق ويضم كثير من الدول. الأولى هي مثل ما تفضلت توحيد الرؤى في أسعار البترول وكمية الإنتاج وكمية الخفض. الشيء الآخر هو هناك جبهة حربية فتحتها الدول الغربية مع روسيا في أوكرانيا، يعني لابد أن تناقش هذه المسألة يعني بتوسع، ومحاولة الولايات المتحدة يعني ضم أكثر من حليف لأقل شيء للإضرار بروسيا إن لم يكن هناك أكثر من كذا. فالشيء الثالث الذي قد تغفو عنه أنت أو لم تطرحه في سؤالك، اللي هو الجانب الإيراني. الجانب الإيراني والملف الإيراني هو شيء رئيسي أعتقد أن السيد بايدن سيناقشه مع مجموعة الدول التي سيجتمع فيها في جدة. طيب سيد سعد، يعني بالإضافة للمحاور التي تفضلت بها والتي ستناقش في هذه الزيارة، هل تأتي الزيارة أيضا يعني ضمن تحركات دبلوماسية للرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لإصلاح العلاقات التي يقال إنها تضررت مؤخرا؟ في مقدمة كلامي أجبت على هذا السؤال. العلاقات السعودية الأمريكية، لا تنسي أن هناك عقود بمليارات الدولارات بين المملكة والولايات المتحدة وقعت في عهد الرئيس ترامب، وما زالت هذه العقود يعني فعالة وما زال التنسيق جاري. لكن من وقت لآخر يستجد أمور مثل الطاقة. الطاقة استجدت الآن، اللي هو محاولة خفض أسعار البترول استجابة للطلب العالمي
وكذلك محاولة مضايقة روسيا في سبيل يعني خفض أسعار البترول. لكن لماذا أنا أقول لك بكثير يعني من وسائل الإعلام تقول الرئيس بايدن يبدو أنه يعني متخذ موقف من السعودية؟ لا أعتقد ذلك. الدول تبني علاقاتها على المصالح، متى كان مع المملكة العربية مصالح حضر الرئيس بايدن، لم يكن هناك مصالح لم يحضر. المملكة لها دور محوري في الشرق الأوسط بل في العالم على عدة قضايا، أولى هذه القضايا البترول والأمن الاستراتيجي في المنطقة وأيضا السلم العالمي. المملكة العربية السعودية لها دور رئيسي ودولة ثابتة، يعني سياستها ثابتة ووجهاتها البعيدة يعني لا تتغير بسرعة مثل ما تتغير بكثير من الدول. لذلك يعتقد الولايات المتحدة والدول الغربية بصفة عامة على المملكة دور رئيسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط.